بالنسبه للكلاص شنو غنحتاجو فيه؟ غنحتاجو فيه الكريم شانتيه، هي هذه كنستعمل الازا ولا ايديال اللي بغيتو كتستعملوها. انا هذه صراحه اول مره نجيبها، غادي نجربها ونقول لكم كيفاش دايره. غادي نحتاجو الفلون رويال حتى هو جوج، لانني انا غادي ندير جوج، ذلك غنحتاج جوج. غادي نحتاجو الحليب، غادي نحتاجو النكهات. بالنسبه للنكهات كتبقى اختياريه، كضيفو على داكشي اللي بغيتو نتوما. بالنسبه لهنا كاين كراميل، ما غاديش نخرج على هاد لوكو هذا ديال الكراميل، دونك غادي نضيف شويه ديال اللوز، نكهه اللوز ونكهه الشوكولاط. هاد السيترون هادي تقدروا ديروا حتى الا بغيتوا، ولكن انا ما غاديش نديرها. عندي السكر كيبقى على حسب الذوق، وعندي الحليب المركز المحلى، ها هو راه ديجا حضرته معكم في فيديو سابق. ولو تحضروا غير في المنزل، غير نخلي لكم طريقه التحضير ديالو في خانه الوصف. واحتاجوا بطبيعه الحال الحليب باش نطلعوا هاد المكونات هادو. دابا غنبداو طريقه التحضير. غادي ندير هاد الساشيات هادو ديال الكريم شونتي كما قلت لكم جوج، ومن الاحسن الماعن باش كتخدموا يكونوا باردين. الا كان عندكم الجو سخون ضروري انهم يكونوا باردين، مثلا هادي وهذا الفوي هذا تاهو يكون بارد، والحليب تاهو يكون بارد. غادي نزيد بهاد جوج. انا هاد الكميات هادو اللي كنقول لكم دابا هنايا راه ديال جوج، جوج ديال لي كلاص. غادي نزيد دابا الحليب. بالنسبه للحليب غادي نضيف جوج ديال الكيسان الكبار اولا جوج كيسان ديال العنبه ديال الحليب، ما تكثرش الحليب باش ما يجيكمش جاري. غادي نضيف جوج ديال الكيسان كما قلت لكم، هو الكاس الاول وهو الكاس الثاني. غادي نضيف السكر حتى هو، السكر ما تكثروش السكر لان الحليب المركز محلى راه حلو. وما تنساوش هذا الكريم كراميل تورى فيه واحد النسبه ديال السكر، يمكن نسحق باش نشوف واش فيه السكر. فيه السكر، راه فيه السكر. غادي نضيف السكر، غادي نضيف شويه، غادي نضيف غير واحد المعلقه ديال السكر بحال هكاك ولا جوج. صافي انا غادي نطلع دابا هاد الخليط هذا. الحليب المركز المحلى تقريبا واحد جوج المعالق كبار ديال الحليب المركز المحلى بعد ما تخلط. نتوما الحليب المركز المحلى بطبيعه الحال راه كيبنن الكلاص، يعني راه كيجي به رائع. غادي نزيدو شنو هو السر باش كيجيكم حتى الكلاص زوين. السر هو كاس ديال الحليب بودره اولا الحليب نيدو كما قلت لكم. كاس ديال الحليب غبره راه كيخليه متماسك، واخا كنخرجوه من الكونجيلاتور بمده اللي هي طويله. مثلا كنخرجوه من الكونجيلاتور تقريبا نص ساعه ولا ساعه قبل، كيبقى الكلاص شاد في راسو. والسبب باش انه كيشد في راسو هو هذا الحليب هذا نيدو. غادي نضيف كذلك جوج اكياس ديال الفلون رويال اللي هو هذا، وهذا بطبيعه الحال راه غنخليه للتزيين باش كيكون فيه الكراميل ديالو. الكراميل ديالو غنخليه للتزيين، ها هو. غادي نضيف جوج ديال الاكياس، وكما قلت لكم انا ما غاديش نخرج من هذا اللوغو هذا ديال الكراميل، غادي نضيف النكهه ديال اللوز. ديال اللوز راه كتجي معاه واعره، يعني غتجي معاه. بالنسبه للنكهه ديال اللوز كتبقى غير دابا اضافيه، تقدروا تضيفوها تقدروا لا، لان غير هذا الشيء اللي دايرين دابا راه كافي كيعطي المذاق. انا غادي نضيف الكيس الثاني ديال الفلون، وكما قلت لكم هذا الكراميل ديالو راه نخليه للتزيين. شنو باقي غادي نزيد؟ غادي نضيف النكهه ديال اللوز، ها هي كتباع هكا عند دوك اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. ما كانتش متوفره عندكم راه ما كتضيفوهاش. غنديروا واحد المعلقه صغيره بحال هكا. صافي دابا غادي نخلط هاد المكونات، نرجعها من الباطون نخلط هاد الشيء كامل ونرجع نكملوا طريقه التحضير. اول خليط بعد ما كيكون تخلط مزيان، ها هو الشكل ديالو كيفاش كيجي. دابا انا عندي هنا جوج ديال الليمون، من الاحسن انكم تاخذوا جوج ديال الليمون اللي يكونوا متشابهين. هانتوما صافي كنخوي فيهم هاد الخليط هذا ديال الكلاص. تقدروا تضيفوا مكسرات الا بغيتوا، تقدروا تضيفوا شحال من حاجه، داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وداكشي اللي متوفر عندكم.
انا هنا راني درت لهم بوبي فيلم صافي غادي ندخلهم يجمدوا. المهم الليله كامله يعني نخليهم الليله كامله واحد 5 سوايع 6 سوايع بحال هكاك ضروري يجمدوا يوليو حجره. وان شاء الله غدا فاش غادي نبغوا نقدموهم غادي نوريكم التزيين ديالهم كيفاش غادي نزينوهم. بعد ما دازت ليله كامله على الكلاص ديالنا هذا كيبقى الشكل النهائي ديالو كما قلت لكم، راه كنخليوه حتى كيجمد وعاد باش كنقدموه. بالنسبه للطريقه ديال التقديم كتبقى اختياريه، انا غادي نقدموه مع طبق ديال الفواكه كديسير يعني من بعد الغداء. انتم تقدروا تقدموه مثلا غير هكا بوحدو حتى هو راه كيجي رائع بزاف. انا كنفضل انني نقدموه مع الديسير. بالنسبه للتزيين التزيين تيبقى اختياري، انا كما شفتوا في الاول ديال الفيديو كنت قلت لكم باللي انني غادي نزينو بديك الصوص كراميل اللي كتجي مع داك الفلون رويال، ولكن بدلت الراي ديالي من بعد لان داك الكراميل كيسيح ما غاديش يجيني الشكل ديالو زوين بزاف. لذلك حاولت انني ندير الصلصه ديال الفريز، تقدروا تستبدلوها بصلصه ديال الكراميل اللي تكون شويه ثقيله، تقدروا كذلك تستعملوا ديك الصلصه ديال الكراميل اللي كتجي مع الفلون غوير. غير انا خصني نصورو خصو يجي كيبان زوين في التصاور، داكشي باش حاولت انني ندير ليه صلصه ديال الفراوله. الصراحه جات معاه زوينه 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 بزاف. كما قلت لكم تقدروا تعوضوها بصلصه ديال الشوكولا، صلصه ديال الكراميل، اولا اي نوع ديال الصلصه كتفضلوا نتوما. الحاجه اللي تقدروا تضيفوا اولا الحاجه اللي بنت لي انها يمكن انكم تضيفوها وتضيفوا واحد الاضافه اللي هي زوينه على الكراس ديالكم، هي مثلا شويه ديال المكسرات مثلا لوز كركاع كاجو، المهم داكشي اللي متوفر عندكم كديروه. الا ما كانتش متوفر عندكم راه كتكتفيو ولا تخليوه كما هو كما درت ليه انايا. تقدروا مثلا ديروا فيه قطع ديال البسكوي غادي يجي زوين بزاف، كما انه يمكن لكم ديروا الاوريو حتى هو غادي يجي رائع بزاف 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 هذا الكلاص هذا. انا انتم الطريقه ديال التزيين راه واضحه، درت خطوطه كامل صلصه ديال ديال الفريز. تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا تزينوا بفواكه، غير انا غادي نقدمها مع فواكه لذلك ما يحتاج انا ندير الفواكه فوق الكلاص ونديرهم كذلك لتحت. صافي غادي ندير شويه ديال اللوز. بالنسبه للوز خديته وسلقته حيت لا قشره وقيته في الزيت وطحنته، تقدروا ديروه في الفرن للناس اللي ما تيبغوش يقلوه في الزيت، وطحنته ودرته كامل الفوق. هذا كيبقى الشكل النهائي ديالو كما قلت لكم، غنقدمو مع طبق ديال الفواكه. نتمنى ان هاد الكلاصه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. وكما العاده الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم، عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تبخلوش علينا بجيم فيديو، اشتركوا في القناه وكثروا باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. كنتمنى لكم امسيه سعيده، الى حلقه مقبله بحول الله.